السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم اللغة العربية، فرض في اللغة العربية مكون الصرف والتحويل بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي الدورة الأولى السنة الدراسية 2022-2023. إذا من طبيعة الحال درت معكم مجموعة من الفروض في اللغة الفرنسية، وكذلك في النشاط العلمي، الرياضيات، مجموعة من المواد، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، واليوم جاء الدور على اللغة العربية. وبالضبط غادي ندير مكون الصرف والتحويل. غادي نحاول نشرح لكم هاد الاسئله اللي عندي هنايا. عندي 4 ديال الاسئله، ساهلين بزاف. نبداو بالسؤال الاول. السؤال الاول: اصنف الافعال التاليه حسب الجدول. اذا هاد الافعال هادو غنصنفهم حسب الجدول. عندنا مد، ولج، امر، قال، ضحك، حكى. هنا عندنا الافعال الصحيحه، هي جميع الافعال التي احرفها الاصليه صحيحه، يعني جميع الاحرف الاصليه ديال الافعال كتكون صحيحه، يعني ما كيكونش فيها حرف العله. بينما الافعال المعتله هي انه الفعل كيكون فيه احد احرفه الاصليه حرف عله، يعني الحروف ديال العله مجموعه في كلمه وايوم. اذا هنايا عندنا سالم، هنا عندنا مهموز ومضاعف، هي ضمن الافعال الصحيحه، والمثال والأجوف الناقص ضمن الأفعال المعتلة. إذا هنا عندي السالم، سالم، ما سلم أو ما سلمت أحرفه من الهمز والتضعيف. إذا هنا عندي ضحكة، نعم ضحكة، ضحكة، تمشي لي ضحكة. المهموز يعني فيه الهمزة. عندي أمر، أمر، نعم أمارة. المضاعف فيه الشدة، يعني فيه التضعيف، مد، مد، نعم مد هو فعل مضاعف. نمر، إذا مشات لي مد، مشات أمارة، بقات لي ولج، قال، وحكى. لاحظ بأن دوما ثلاثة بهم أفعال معتلة، لأن كل واحدة فيهم فيها حرف من حروف العلة. المثال هو: ما كان حرفه الأول حرف علة. إذا ولج، 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 نعم. إذا مثال فعل الأجوف: وما كان جوفه، يعني في الوسط، يعني الحرف العلة في الوسط. قال، قال، هو حرف العلة هو الألف، هنا حرف العلة هو الواو. هنا عندي حكى، حكى، نعم. إذا حكى آخره حرف علة، يعني الياء. إذا ضحك سالم، أمر مهموز، مد مضاعف، ولج مثال، قال أجوف، وحكى ناقص. نعم. السؤال الثاني: أملأ الجدول التالي حسب المطلوب. إذا هذا الجدول هذا غادي نحاولوا نملؤه حسب المطلوب، ما طلب مني. هنا عندي الأفعال، هنا عندي الماضي، يعني ماضي هذه الأفعال مع الضمائر كذلك، وهنا عندي المضارع، وهنا عندي الأمر. إذا هنا فتح مع ضمير أنت في الماضي، إذا أنت فتحت، أنت فتحت، أنت فتحت. بالنسبة للمضارع مع الضمير أنا، أنا أفتح، أنا أفتح، أنا أفتح. في الأمر أنتما افتحا، أنتما افتحا، نعم أنتما افتحا. إذا هنايا الفعل الثاني سأل، سأل، هن سألنا. في المضارع أنت تسألين، 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 نعم. أنت اسأل، أنت اسأل، أنت اسأل، نعم اسأل. مد فعل مد، إذا مضاعف. أنا مددت، مددت، أنا مددت. نحن نمد، نحن نمد. أنتن أمددن، أمددن، أغير أمددن. إذا هنا فتح هو فعل سالم، سأل هو فعل مهموز. بالنسبة للمد فعل مضعف. إذا هنا فات سؤال، هذا شنو درنا؟ صريف، ماذا؟ صريف الفعل الصحيح، تصريف الفعل الصحيح مع الضمائر اللي كانت عندي. إذا فتح أنت فتحت، أنا أفتح، أنتما افتحا، سأل هن سألنا، أنت تسألين، أنت اسأل، مد أنا مددت، نحن نمد، أنتن أمددن. دوزو السؤال الثالث الآن.
السؤال الثالث، أحول الجملة التالية حسب المطلوب. إذا عندي واحد الجملة هنا غادي نحولها حسب المطلوب. رد الحق لصاحبه، رد الحق لصاحبه. إذا هنا غادي نصرف حسب زمن الجملة، يعني حسب الزمن ديال هذه الجملة، رد الحق لصاحبه. إذا أنتم رددتم. إذا رددتم يعني في الماضي، يعني أصرف حسب الجملة، حسب زمن الجملة، الزمن ديال الجملة في الماضي، رد فعل ماض. نعم، إذا أنتم رددتم، أنتم رددتم الحق لصاحبه. لصاحبه. إذا شنو وقع هنايا؟ تضعيف تم فكه. إذا تم فك التضعيف. إذا هنا تفك لي التضعيف، لأنه رد هو فعل مضاعف بحال مادة. أنتم رددتم الحق لصاحبه. هم ردوا، هم ردوا، ردوا الحق لصاحبه. إذا هم ردوا الحق لصاحبه. واش ما فككنا التضعيف؟ لا، لأن التضعيف بقى. إذا لم يفك التضعيف، لم يفك التضعيف. إذا التضعيف ما تفكش. ندوزوا الآن الجدول الرابع والسؤال الرابع والأخير في مكون الصرف والتحويل. أملأ حسب الجدول. أربعة ديال النقط، عندي الأفعال، عندي الماضي، وعندي المضارع، وعندي الأمر. هنا وعد، حكى، دعا، ووصل. إذا هذا الجدول هذا بحال الجدول الفوقاني، غير هو هنايا كان تصريف الفعل الصحيح، هنا غادي نديرو تصريف الفعل المعتل. إذا وعد فعل معتل مثال، حكى فعل معتل ناقص، دعا فعل معتل ناقص، وصل فعل معتل مثال. مزيان. إذا وعد في الماضي، هي وعدت، وعدت. أنا أعد، أنت عد، أنت عد. حكى، أنا حكيت، هم يحكون، يحكون، يحكون. أنت احكي، دعا، أنت دعوت، دعوت. أنتم تدعون، تدعون. أنتما وصل، هم وصلوا. هي تصل، أنتم صلوا، أنتم صلوا. إذن هنا وعد مثال، ناقص بالنسبة لحكى، ناقص بالنسبة لدعا، وفعل ناقص، ووصل مثال. إذن هناك شنو كان عندي؟ كان عندي تصريف الفعل أو الأفعال المعتلة، الفعل المعتل. نعم، إذا صرفنا الفعل المعتل. إذا وعد، هي وعدت، أنا أعد، أنت أعد، حكى، أنا حكيت، هم يحكون، أنت احكي، دعا، أنت دعوت، أنتم تدعون، وصل، هم وصلوا، هي تصل، أنتم صلوا. إذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص مكون الصرف والتحويل ضمن فرض اللغة العربية مستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا أنا ما بغيتش نطول في الفرض، داكشي علاش ما درتش مكون التراكيب ومكون الإملاء والتعبير الكتابي، كل مكون إن شاء الله غادي نديرو على حدة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.